أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط 16 مؤسسة تمارس نشاط وكالة التوريد للعمالة المنزلية بنظام الساعات دون ترخيص. لمزيد من المعلومات والتفاصيل معنا عبر الهاتف السيد أحمد إبراهيم الجنيد القائم بأعمال مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل. أهلا بك سيد أحمد معنا في نشرة أخبار الثالثة. ما هي طبيعة مخالفات هذه المؤسسات وكيف يتم التعامل معها؟ أسعد الله مساكم بكل خير، وبالإشارة إلى طبيعة هذه المخالفات حبيت أن أبين بأن الهيئة وبحكم اختصاصاتها ومسؤولياتها ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات اللي تسهم في حق وحقوق جميع المواطنين والمقيمين. ويعتبر قطاع العمالة المنزلية أحد أبرز القطاعات اللي توليها الهيئة اهتمام خاص، كونه على تماس مباشر مع معظم إن لم نقل جميع الأسر في المملكة، ومن أجل الحفاظ على بيئة عمل تحفظ حقوق جميع الأطراف تقوم الهيئة من خلال فريق مختص برصد ومتابعة كافة المؤسسات في المملكة لضمان التصدي لأي نشاط مخالف. ومن الأنشطة المخالفة اللي يتم التصدي لها هو ممارسة نشاط توفير العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك بدون ترخيص صادر لها من الهيئة. نعم. وهذه المخالفة من شأنها أن تأثر بصورة مباشرة على المجتمع من خلال احتمالية توريد عمالة غير نظامية للمنازل أو غير لائقة صحياً أو مطلوبة أمنياً، إلى جانب تشجيع ترك العمالة المنزلية للعمل بالمخالفة للتصريح والمعروف بالهروب، ومما يشكل خطر على أمن وسلامة أفراد الأسر والمجتمع. نعم. وهذا يدفعنا إلى التأكيد والتشديد على المواطنين والمقيمين بضرورة عدم التعامل مع المخالفين لحماية أنفسهم وأسرهم والمجتمع. نعم سيد أحمد، يعني هل جميع المؤسسات التي تقدم العمالة بنظام الساعات غير قانونية أم أن هناك بديل قانوني يلبي حاجات المواطنين والمقيمين من العمالة المنزلية بنظام عمل مؤقت وهي الساعات أو الأيام؟ نعم، يوجد نوعين من المؤسسات اللي تقدم هذه الخدمة. الأولى مؤسسات مخالفة مثل ما أشرت له، والثانية هي البديل القانوني اللي يتمثل في وكالة التوريد المرخصة من قبل الهيئة، واللي تقدم خدمة العمالة المنزلية وفق عقود مؤقتة بالساعات أو الأيام أو الأشهر ووفق تعاقدات موثقة. والقانون اشترط الحصول على تصريح خاص من هيئة تنظيم سوق العمل لممارسة هذه النشاط، واللي من خلاله يمكننا من الإشراف بصورة مباشرة والتحقق من وجود سجلات محدثة لبيانات العمالة وعمليات التوريد للأسر، إلى جانب التزام هذه الوكالات بعقود عمل مكتوبة. وهذه الإجراءات من شأنها أن تضمن تلبية احتياجات الراغبين بالعمالة بنظام الساعات، وذلك بصورة قانونية ومأمونة. ومن هذه المنبر أحب أن أشدد على كافة المؤسسات المخالفة تحت أي مسمى إلى ضرورة التوقف بشكل فوري عن مواصلة العمل المخالف والتواصل مع الهيئة لتصحيح أوضاعهم وفق لأحكام قانون تنظيم سوق العمل عشان يتجنبون المساءلة القانونية. ونحث المواطنين والمقيمين بضرورة التحقق من الوكالات أو الوكالات النظامية المرخصة، وذلك من خلال القائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة واللي يتم تحديثها بصورة دائمة. نعم السيد أحمد إبراهيم الجنيد القائم بأعمال مدير إدارة الرصد الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك.